الميج 21، الصداع اللي ما بينيمش الأمريكان واليهود، وأسطورة الطيران السوفيتي، واللي قال عنها بنجوريون رئيس وزراء إسرائيل في ستينيات القرن، موجها كلامه إلى رئيس الموساد وقتها مائير عميد: خرافة ملعونة، نريدها، نريدها سليمة في هذا ثيابها وحليها، لنزيل بها حاجز الخوف القابع بصدور طيارينا، ونتحسس ملكتها الأسطورية التي يخيفون العرب بها، فبامتلاكها سوف نضمن الغلبة لإسرائيل، ونؤمن بذلك مستقبل دولتنا وأولادنا إلى الأبد. طيارة الميج 21 صناعة روسية رهيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكانت عاملة صداع لأمريكا وإسرائيل بالتحديد. الميج 21 أثبتت أن كل طيارات أوروبا وأمريكا ما تجيش حاجة بالنسبة لها، لأنها كانت بتحلق بسرعة فلكية وبتطير بعد 150 متر من سيرها على أي ممر، في التوقيت اللي كانت أي طيارة حربية في العالم بتطير بعد سيرها 1500 متر على أي ممر. والاتحاد السوفيتي في الوقت ده كان رافض بيعها لأمريكا وإسرائيل، وكانت بتبيعها لثلاث دول بس في الشرق الأوسط، وهي مصر والعراق وسوريا، وده علشان تفرض هيمنتها على الشرق الأوسط. وكان ضباط طيران قليلين في الثلاث دول دول اللي سافروا لعمل بعثات تدريبية في روسيا على الميج 21، لدرجة ان اسرائيل كانت مخصصة مكافأة $1,000,000 لأي ضابط طيران من الثلاث دول دول اللي يقدر يهرب بالطيارة ويجي لهم، علشان يتفاجئوا في يوم من الأيام عام 1964 بطيار مصري داخل الأبواب الإسرائيلية، وهنا واجهته طيارتين من سلاح الجو الإسرائيلي، وطلبوه أما بالرجوع أو بالضرب. وهنا الطيار المصري عمل تمويجة بالطيارة يمين وشمال، وده في عرف الطيران معناه الاستسلام وطلب الهبوط، علشان يكون الطيار المصري اللي دخل الأبواب الإسرائيلية النقيب طيار عباس محمود حلمي، واللي كان مشهود له بالكفاءة في سلاح الطيران المصري، وكان واحد من الضباط القليلين اللي أخذوا دورات تدريبية في روسيا على الطيارة الميج 21. كان عباس محمود حلمي، وزي ما قلت، واحد من أمهر الطيارين في سلاح الطيران المصري، ولكن على الرغم من كده كان في المقابل متعرف على شخصين من أصحاب السوء، واللي كانوا معلمينه كل المحرمات من خمور وعلاقات محرمة، مفيش أي حاجة حرام إلا علموها له. وفي يوم من الأيام كان متواجد بحفلة وشاف بنت جميلة وتعرف عليها، ولأنه كان عايز يستقر ويبعد عن أصحاب السوء اللي كان عارفهم، طلب من والدته الارتباط بالبنت دي، ووافقت والدته على الفور. وكانت البنت من أسرة مثقفة، والدها دكتور جامعي ووالدتها طبيب التخدير، وبالفعل تمت الخطوبة، واللي بعدها توقف عباس عن معرفة الشخصين السيئين اللي كان بيعرفهم، وتوقف تماما عن فعل أي شيء محرم لغاية ما توفت والدته واللي كان بيحبها ومتعلق بيها جدا جدا بعد شهر من الخطوبة. وهنا دخل عباس في حالة نفسية سيئة جدا، لدرجة انه ما كانش بينزل اجازات من شغله، ولا كان طايق يخش البيت طول ما والدته مش فيه، وحاولت خطيبته كتير انها تخفف عنه، لكن عباس كان مصر على العزلة والابتعاد عن كل الناس، لغاية ما في يوم نزل اجازته اتصل بيه واحد من اصحاب السوق اللي كان يعرفهم، وقال له انه محضر له سهرة هتخرجه من اللي هو فيه. وبالفعل وبعد الحاح استجاب عباس، وأول ما راح بدأ سهرته معاهم بشرب الخمور، لغاية ما واحد منهم شاور له على غرفة من الغرف وقال له إنه محضر له مفاجأة جوه. قام بالفعل عباس وراح على الغرفة، وأول ما فتح الباب اتفاجئ بإن خطيبته هي اللي نايمة على السرير في غرفة صاحبه، وهنا ما قدرش يتحكم في نفسه ونزل فيها ضرب وساب السهرة ومشي، وقطع أجازته ورجع تاني لشغله. لكن الصدمة اللي كان فيها كانت بتفقده التركيز، وارتكب أخطاء كتير تكاد تكون قاتلة، تم تعنيفه من قياداته أكتر من مرة، لكن في واحدة من الطلعات كانت هي الأخيرة بالنسبة له، وده زي ما قلنا لأنه كان طيار ماهر في قيادة أهم طيارة كانت موجودة في الجيش المصري في الوقت ده، وهي الميج 21،
والخطأ اللي ارتكبه في اليوم ده كان لا يغتفر ولا يمكن يمر مرور الكرام، وبسبب الخطأ ده تم منعه من قيادة الميج 21 ورجعوه لقيادة طائرات التدريب مرة تانية. وطبعا دي بتبقى انتكاسة في حياة أي طيار ونقطة سودة في ملفه العمر كله. وحاول بعدها كتير انه يقود الميج 21 ولكنه اتمنع، لغاية ما في يوم خطر على باله فكرة مجنونة وقرر انه يقود طائرة التدريب الياك 15، ودي طيارة روسية قديمة الصنع مخصصة فقط للتدريب، وقرر انه يدخل بيها اجواء العدو الاسرائيلي، وده ما كانش بغرض الهجوم عليهم ولكن كان بغرض اللجوء لاسرائيل والارتماء في احضانها. وهنا حصل اللي ذكرناه، واجهته طائرتان للعدو الاسرائيلي وطلبوه اما بالرجوع او بالضرب، ولكنهم اتفاجئوا زي ما ذكرنا انه عمل حركة تمويج يمين وشمال، ودي في عرف الطيران معناها الاستسلام وطلب الهبوط. طبعا ما كانوش مصدقين نفسهم ان طيار مصري سلم نفسه ليهم وبدون اي تعب او مجهود منهم، وزادت فرحتهم اكتر لما عرفوا انه طيار ماهر في قيادة الميج 21 وكان من الضباط القليلين اللي اخذوا دور التدريب على الطيارة في روسيا. لكن كان برضو عندهم شك ان يكون المخابرات المصرية زقاها عليهم، وفعلا قاموا باستجوابه واختباره على جهاز كشف الكذب وممارسة كل وسائل الضغط عليه، لدرجة انه تعب وقال لهم انه اهون عليه يسلموه لمصر احسن من العذاب اللي شايفه، وانه جاي للجوء ليهم ومش جاي لاذيتهم. وبالفعل بلغوا المخابرات الامريكية، واللي على الفور بعتوا لهم مجموعة ضباط استخبارات ومعاهم جهاز متطور لكشف الكذب، واللي بعد الاختبارات اللي عملوها له اتأكدوا من صدق كلامه وان لا يمكن ان مصر تضحي بواحد من اكفأ ضباط الطيران عندها علشان عملية استخباراتية. وتجمع حواليه ضباط طيران اسرائيليين وامريكان، وبدأ كل واحد فيهم يسألوا عن الطيارة الميج 21، يخلص من واحد يخش التاني، وقبل ما يجاوب عن التاني يخش التالت. طلبوا منه انه يوصف لهم الطيارة ويرسم لهم العدادات والتسليح، عدادات التحميل، الموبينات، الرادار بتاعها، وكل ما يخص الميج 21. وكانوا مبسوطين به جدا، وقالوا له انهم كانوا رافضين مكافأة مليون دولار للطيار اللي يهرب بالطيارة ويجي لهم، لكن علشان شجاعته فهم هيدوا له مكافأة 200,000 دولار. وكانوا حاسين ان ده نصر كبير لهم، لدرجة ان عملوا مؤتمر صحفي كبير اتذاع للعالم كله علشان يتباهوا بالكنز اللي وقع تحت ايديهم. وجابوا الطيار الخاين في المؤتمر اللي كان بيتكلم بكل بجاحة، للدرجة اللي وصلت بيه انه كان بيطلب من طيارين زمايله وذكرهم بالاسم، وكان بيحرض الطيارين العرب انهم يحاولوا يهربوا بالطيارة الميج 21 وييجوا على اسرائيل ويستفادوا بالمكافأة. وبعد ما خدوا منه كل المعلومات اللي هم عاوزينها وعملوا بيه ضربتهم الاعلامية، اخدوه وحطوه في وظيفة مؤقتة، وهي انه يجمع كل الاخبار من الجرائد المصرية والعربية برضو براتب مغري جدا، وبكل الاغراءات اللي تخليه قاعد معاهم وتحت عينيهم. ولكن على الطرف الاخر في مصر حالة من الغضب المصحوب بالصمت، ولكن بقرار لا رجع فيه، الخاين ده لازم نجيبه حي مش ميت باي تمن وباي طريقة. والفترة دي كان عباس عايش حياته هناك بالطول والعرض، فلوس، نساء، خمور، خيانة، حياته كلها كانت حرام في حرام، لكن كان متدمر نفسيا وما كانش بينام، وكان دايما عنده احساس اكيد انه هيقع هيقع، ومن قلة شغله كان حاسس انه بقى عالى عليهم، وطلب منهم انهم يساعدوه للسفر لاي مكان يحس فيه بالامان، وهم كمان زي ما يكون ما صدقوا يتخلصوا منه، عملوا له جواز سفر مزور باسمه وشخصية اردنية، وسفروه على الارجنتين. وفي فبراير عام 1965 طلع من تل أبيب على بيونس إيرس بالأرجنتين، ولما سافر هناك حس إنه اطمن شوية وبدأ يعيش حياته وبقى بعيد عن رجال المخابرات المصرية. لكن طبعا عيون رجالة المخابرات ما بتنامش، وفي نفس الوقت لازم الخاين يغلط الغلطة اللي توقعه، وعلى الرغم من تحذيرات الموساد ليه إنه ما يتواصلش مع أي حد من أهله، إلا إنه كتب جواب علشان يبعته لوالده بيشرح له فيه كل حاجة حصلت وبيطلب منه انه يسامحه، وخد الجواب وبعته لابوه في مصر.
وقع الجواب في ايدين رجال المخابرات المصرية، واللي كانت بتراقب كل الجوابات الصادرة والواردة من كل انحاء العالم، وعرفوا من الاختام اللي على الجواب جاي منين ورايح فين. وجهزوا فريق من اكفأ ضباط المخابرات المصرية علشان يسافروا على الارجنتين، واول ما وصلوا للعنوان اللي كان مكتوب على الجواب قلبوا المكان حتة حتة، لكن عباس ما كانش له اي اثر، واستمروا في البحث عنه هناك لمدة شهر. لكن رجال المخابرات المصرية ما بتتعبش ولا بتمل، فواحد من الضباط قال لهم ادام عباس خاطر وبعت جواب لابوه يبقى اكيد ابوه ده اغلى حاجة عنده، واقترح عليهم ان ليه ما ننزلش خبر في الجورنال بعنوان وفاة والد الطيار الهارب. واكيد هيحصل حاجة من اتنين، الحاجة الاولى ان عباس يبعت جواب مرة تانية، وفي الحالة دي هنعرف من عنوان الجواب عباس قاعد فين، والحاجة التانية ان عباس يتصل بالتليفون، واحنا كده كده مراقبين كل التليفونات، فسواء اتصل بالتليفون او بعت جواب هنعرف هو فين ونحدد مكانه. ورجالة المخابرات كانوا متأكدين ان اكيد عباس بيتابع كل اللي بيحصل في مصر، وده فعلا اللي حصل. واول ما قرا الخبر بلع الطعم واتصل بالموساد وقال لهم على اللي حصل. الموساد قال له ما تعملش اي حاجة الا لما يتأكد من الخبر الاول، استنى كام يوم نتأكد ونقول لك هتعمل ايه. لكن عباس ما سمعش الكلام وكان مستعجل، فبعت جواب لواحد من اصحاب السوق اللي كان يعرفهم في مصر، واللي كان وقتها المخابرات المصرية برضو مراقباهم، وبالفعل الجواب وقع في ايدين رجالة المخابرات، واللي لقوا عباس مغير العنوان لمكان تاني غير اللي كان فيه. على الفور تم تبليغ المجموعة اللي كانت في الأرجنتين بالعنوان الجديد، ولما الرجالة وصلوا للعنوان الجديد لقوا الهدف هناك بالفعل، وبدأوا يخططوا هيرجعوا الهدف ازاي. ولما راقبوا الهدف عرفوا ان كل يوم بيروح بار وبيرجع اخر الليل عميان من كتر الشرب ومش شايف قدامه. وفي يوم من ايام اغسطس 1965 حددوا ميعاد التنفيذ، وحجزوا قبلها تذاكر على باخرة أرجنتينية راحت دار البيضة بالمغرب، وفي الميعاد المحدد كانوا منتظرينه بغرفته. رجع بالليل سكران ومش شايف قدامه، أول ما شافهم كانوا محضرين حائط التخدير، خدروه وحطوه في صندوق خشب كانوا مجهزينه مخصوص عشانه، وبطريقة ما طلعوا الصندوق على السفينة. بعد ما اتفقوا مع عمال الشحن ودفعوا لهم وبلغوهم إن الصندوق ده فيه حاجات تخصهم مش عايزين الجمارك تشوفه، وتم مغادرة السفينة على ميناء الدار البيضاء، واللي كانت المخابرات المصرية منسقة مع رجالة المخابرات المغربية. وأول ما وصلت السفينة كان في هناك طيارة عسكرية مصرية في انتظارهم، طلعوا الصندوق وحطوه في الطيارة، وغادرت الطيارة من الأراضي المغربية للقاهرة، وده اللي كانت المخابرات المصرية مصرة عليه إنه يجي حي علشان يثبتوا لكل العالم إن المخابرات المصرية لها يد في كل مكان بالعالم. وبعد التحقيق معاه والاعتراف بكل التفاصيل من البداية للنهاية تم الحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، وبعد تنفيذ الحكم في يناير 1966 طلبوا من أبوه أن يستلم جثته لكنه رفض تماما. والحد هنا وخلصت حكاية الطيار الخاين. وفي النهاية كل اللي حابب أعرفه لك أن عندك جهاز مخابرات ما بيسيبش حق بلده وإيده واصلة لكل مكان بالعالم. تحيا مصر.